الحال هذا ما في شك، الضغط جزء لا يتجزأ من 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 قوة اللجاء البيضاوي. الله سميتو البلاغ الأخير ديالهم واللافتة إذا قدام الوزير كتأكد وكتبين بأنه يعني مصمم أنه هذا المكتب هذا غادي يمشي بحاله إن شاء الله، إن عاجلا أم آجلا ذا الدخس يمشي بحاله. إذن البلاغ ديالهم في واحد العدد ديال المحاور، يعني تيدو على بزاف الأطراف، ولكن نمشيو طرف بطرف ونحاولوا بعجاله. والإخوة اللي بغى يدخل مرحبا، نفتحوا المجال قبل ما ندوزوا او ندوزوا للجزء الثاني اللي فيه الفيديو ديال اللي شافوا كل شيء وسمعوا كل شيء ديال الشابي، ونفتحوا النقاش للجميع اللي بغى يدخل مرحبا. اذا المحور الاول انا بالنسبه لي هو تذكير بدور المنخرط التاريخ، يعني المنخرط على مر التاريخ كان دائما عنده واحد الدور اشنا هو اللي هو مهم جدا جدا كيذكروا البلاغ ديال الإطلس، الدفاع بشراسه عن إرث النادي الرياضي واستمرار حصد الألقاب. شتي ديك الثقافة ديال حصد الألقاب هي اللي خصها تكون عند المنخرط، وكان ديما عند المنخرط. مع الأسف مع الأسف ولكل لحظة منذ مجيء حسبان، منذ عهد حسبان دخلنا، أو قولوا من 2014 نحسبوها من 2014 يعني 2014 خرجنا ضيعنا لقب في آخر دور. إذا نقولوا من 2014 ما بقاش عندنا ثقافة حصد الألقاب، المنخرطين ما بقاوش كيلعبوا داك الدور ديال الضغط لأجل المنافسة على الألقاب. طيب هذه نقطة أولى مهمة وجدا جدا. مع الأسف ابتلينا بمنخرطين خارج التغطية ولا يقومون بهذا الدور ولا يحرصون على الحفاظ على تاريخ الرجاء البيضاء. النقطة الثانية اللي كيشيروا لها وضع، يعني دائما كيذكروا بالدور المنخرطة. الحاجة الثانية هي وضع استراتيجية تدبير محكمة محكمة للجانب المالي والتسويقي والكروي. هذو ثلاثة ديال سميتو ديال المجالات اللي هما خصهم الخارطي يوقف عليهم نورمالمون، وخصو يكون هو احرص الناس. والوقت اللي المكتب المسير كيزيغ على السكة الصحيحة، فمن الواجب على المنخرطين انهم يضوه الطريق الصحيح ويناضلوا من اجل ذلك. ولكن مع الاسف نحن امام منخرطين من جيل اخر من نوع اخر سنتكلم عنهم ويتكلم عنهم البلاغ كذلك. النقطه الثالثه دور كذلك المنخرطين تفادي التصدعات والازمات حتى لو كانت عابره. هذا الشيء ما كنعيشوش مع الاسف، يعني من الوقت ديال حسبان حتى دابا حنايا في الخرجات شحال بعد الخرجات باش يمشي حسبان، شحال ديال المشاكل دار حسبان، شحال هادي المنخرطين تخلص من عندهم في الطوموبيل، وقعت بزاف ديال المشاكل، كانت توقفات، كانوا لاعبين كيديروا اضرابات ما مخلصينش، كان 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 بزاف المشاكل. ولكن هادو التصدعات عاشهم الفريق، ولكن شكون اللي فينا هم المنخرطين واش قاموا بشي دور؟ نهائيا الناس بقاو كيتفرجوا على الوضع كارثي. بدا كما قلت من 2014 وغادي كيتطور وغادي كيتطور حتى بدينا كنوصلوا دابا اللي كيقولوا كما تيقولوا الناس في التعبير بالعربيه، تيقول لك بدانا نتلمس القاع. يعني ملي كتبدا تغرق تيقول لك غرقتي كتقدر تكون باقي شويه فوق في الماء، واحد الوقيته يمكن ملي كتزيد تغرق حد غادي كتزيد تغرق وانت كتقرب القاع البحر. اذا عندما ملي كتلمس القاع راه معنى هذا انك سميتو انت في طريق الوفاه وانت تقترب اكثر من الخطوره. النقطة الرابعة دائما كيدو على دور المنخرطين اختيار الرئيس الذي سينفذ هذه الاستراتيجية مع فريقه بناء على مشروع طموح واضح المعالم للدفع بالنادي للأمام. إذا مبدئيا المنخرطين خصو يكون عندهم مشروع حاطينه بطبيعة الحال كيضغطوا على المكتب باش ينفذ هذاك المشروع، أو حتى إذا كان المكتب جايب مشروع كيخصهم إذا كان هذاك المشروع مزيان وصالح للفرقة كيتبنوه وكيبقاو كيراقبوا المكتب واش بدا كيطبق داك الشيء ولا داك الشيء غير شافوه. نهائيا ما كنشوفوا حتى شي رد فعل من طرف المنخرطين، يعني بالعكس هناك انقسام، بل هناك تشدد كبير لدرجه انه ما بقيتش كنشوفوا غير طائفتين، ولا كنشوفوا طوائف. وهذا الشيء كنبغي نوصلوا ليه لانه الهدف ديال الناس اللي كيسيروا الفرقه من خلف الكواليس هما ناس كيعيشوا على التشدد، هما مصلحتهم هي الفرقه تكون مشتته لا على مستوى المدرجات ولا مستوى المنخرطين ولا مستوى يعني حتى المكتب المسير بنفسه راه كيعيش تشدد بيناتهم. النقطه الاخرى هي
النقطة يعني سميتو الموالية كيقول لك تذكير، هم الألترات يذكرون بأن هذه الأشياء تم تيقول بحال عينة، هذه الأشياء تم ذكرها والتذكير بها في عدة مناسبات في كل بلاغ موجه للمكتب، المكتب الذي وصفه الألترات باللئيم. حين نقول المكتب اللئيم ما معناه؟ بالدارجة كنقولوا يعني فيهم تحرميات، فيهم الغش، فيهم المراوغات، هذا هو المكتب اللئيم. بطبيعة الحال كيضيفوا هنا ماشي غير المكتب، والمنخرطين الذين وصفهم بلاغو الكورفا سود بالجبناء، أصحاب الوجوه اللزجة. هاد العبارة أو هاد النعتة ديال الوجوه اللزجة يعني أتركوها جانبا، يعني ما تيهمنيش نشوف إنسان يكون رطب، يكون حرش، يكون مربي للحياة ولا وجهه ملق ولا ملص، ما عرفت كيف يقولها، ملط، شغلو هذاك حياته هذاك بالراس. أنا تندوي على الإنسان أشنا هو الدور ديالو، شنو الدور اللي كيقوم به، كتبوا أخلاقه ماشي الشكل ديالو. إذن هاد الناس اللي هما منخرطين، واحد العدد فيهم اللي ناس ولاد دارهم بالعربية كيوصفهم بلاغ الوجوه اللزجة. أنا كنقول الوجوه يعني سميتو يعني التي لم تتعود على الصراعات وعلى كذا وعلى كذا، ناس اللي هما كما تنقول ولاد دارهم، ماشي ديال الصداع، ماشي ديال المشاكل. فانت نكتي هاد النوعيه بعدا مبدئيا من حد المبدا ما خصكش تنخالط في الراجل. حيت علاش؟ حيت انت ما دخلتيش فواحد الوقيته اللي كاين فيها داكشي مقاد وزوين والمسائل التسييريه غادا مضبوطه، لا، انت دخلتي فواحد الوقيته اللي كاينه فيها بلطجه. يعني في وسط المحيط التسييري وفي وسط المنخرطين عدد كبير فيهم بلطجيه، وجايبين معاهم بلطجيه اخرين كيتعاونوا معاهم باش اللي بغى يطالب بتطبيق القانون واللي بغى يطالب بالاصلاح كيشعلوا معاه وكيهدوه. دونك انت ملي كتدخل كمنخرط راك داخل في هذا الوضع هذا، فإلا كنتي غادي تدخل خاصك تدخل وانت موجد راسك وتكون انت بعدا من داك النوع اللي فهمتيني اللي قاد على هذا الجو هذا انك تواجهه. ملي كتي ولد داركم بقى في داركم، ما عندك ما تجي دير في الفرق، ما عندك ما دير كمنخرط. وانا بالنسبه لي كنطرح حتى السؤال على بعض الفنانات وبعض كذا، بالله عليكم فنانه اش غتجي في وسط المنخرطين؟ الهضره كتعرفني كدير الهضره الدور، وفي الجروب ديال ممكن الهضره ديال اللي ما كتسمعش. ما فهمتش انا كيفاش منخرطه اش جات ديال وسط الراجا. انت واش تقدي انت تدافع على الفرقه؟ واش جيت انت باغا غير تقلبي على 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 على, على دير بلاصتك، وانه يعني سميتو يعني الناس يبقاو يصوروا فيك التيران ويشوفوك، وقعد 50000 متفرج كلها كتشوف فيك، راه فلانه جات، راه كذا، راه مصوره مع هذا. ما فهمتش اش من دور، لانه الفنانات اللي هما كينخرطوا او سميتو بحال وحده ما عاد سمعت انها مثقفه ولا شي داكشي. انا بالنسبه لي ملي كتدخل بواحد النيه انه بغات تصلح، وكتشوف ان كاين عوجاج في المحيط ديال المنخرطين، على الاقل تخرج غير في الصفحه ديالها بواحد البلاغ او بواحد المنشور اللي كتنتقد فيه هذا السير هذا، وتنتقد فيه المكتب وتطالب منه الاصلاح. وهذا هو المنخرط. ما كتجي باش تصوري داكشي راه بلاش، بقاي في داركم. فهنا يطرح السؤال كذلك. ثالثا، النقطة الثالثة كيدوي على البلاغ، وصف برلمان الفريق بالمقيت. ماشي اللي كيتصور بالمقيت، المقيت راه شي حاجة خايبة بزاف، يعني الخبيث، يعني كنقولوا واحد الشخص مقيت، واحد الشخص مكروه، يعني جمهوره أو الناس تنفروا منه، هذا هو المقيت. إذا هذا وصف اللي هو شوية قاصح، ولكن راه كيبين لك درجة التدمر ديال واحد الفئة من الجمهور اللي هي الإلتراس. وكيضيف على النعت الخطير ديال المقيت، كيضيف عليه خسيس، يعني برلمان خسيس. ملي كتقول خسيس راه قمة الحقارة، بمعنى أنت فيك القوالب وفيك تحرمية توصل لدي ذاك الحد، عرفتي اللي شافك راه ما يكرهش يقتلك، يعني أنت خسيس. هنا كيبان لك الاوصاف اللي كيوصف بها، باش تعرف انه علاش انا شديت هذا البلاغ، لانه راه فيه بصح شي حوايج اللي جداد، شي حوايج اللي كيبين لك درجه التدمر. فكنتمنى تكون هي درجه التدمر عند الالترات باش يساعدوا الجماهير على اقلاع هاد الناس من الوزيز، يعطيونا اتساع، ما عندهم ما يقدموا، بقى عندهم يقدموا. تيقول لك في النقطه الثالثه دائما على البرنامج الخسيس،
هم أعضائه هو استغلال الفريق لإشباع مهامهم للسلطة وحب الظهور مع الاجتهاد فقط في بناء أحلاف بغرض إحكام سيطرتهم على الفريق. فعلا كيبنيو أحلاف ديال جروبات، كل واحد يدير الحلف ديالهم، كاين واحد يدير 10، كاين يدير 20، كاين يدير 30، يعني الغرض هو تقسم 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 ما أمكن هذاك البرنامج، باش ما تبقاش عنده كلمة واحدة وما يبقاش يقدر يصوت على شخص واحد وتكون عنده كلمة واحدة متضامنة نهائيا. رابعا، اسمعوا هذه خطيرة جدا، وضع الأسبوع، قال لك دائما دور المنخرط، وضع الأسبوع على فئة من المنخرطين، وسميتو وصفهم باش، وصفهم بالنتانة، النتانة هي الرائحة الكريهة، يعني أنه قمة التدمر، قمة التدمر، يعني أنه سميتو كيقول هذه الفئة ديال المنخرطين، تيقول فئة باش نميزو، اللي كنقولوا فئة راه واحد الأعداد، راه ماشي المنخرطين كاملين، كاين الناس اللي ولاد الناس وكاين الناس اللي صالحين، ولكن تيقول فئة من المنخرطين وصفت وصفها البلاغ بالنتنة، همها الوحيد استقطاب اللاعبين والاسترزاق من عمولات تحت الطاولة. دابا هادشي حنا كنا كنقولوه بناء على الشيء اللي كنسمعوا من عند الإخوان اللي كيجيبوا لنا. دابا هادو الاخطاءات ما تنظنش شي واحد اقرب منهم لمحيط الفريق وعارف شنو طالب. هادو دابا تيخرجوا ثاني وتيقولوا لك راه ها اللي طالين الناس راه كتسمصر تحت الطاوله، بمعنى الناس راه حطات 20000 درهم جايه كتستثمرها ماشي مصلحة الفرقه، كتقلب على مصلحتها. دونك خامسا، وصف